السلام عليكم. وعليكم السلام. دايرين لاباس عليكم؟ الحمد لله. كلشي بخير؟ مرحبا. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يجازيك بخير. الله يحفظك. على الوجه المألوف انت غيعرفوك. حسناء وميبا ما شاء الله عليك. الله يحفظك. مرحبا. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يجازيك بخير. انا فرحت ملي شفتك ما شاء الله عليك. الزميله ديالنا في يوتيوب ما شاء الله. انت من القدام القدام المحاربين مازال مستمرين. صامدون قدام المحاربين ديال اليوتيوب ما شاء الله عليك. الله يحفظك. ان شاء الله تمنى لك مسيره موفقه على يوتيوب شويه ولكن ان شاء الله داكشي اللي كاين. الله ييسر. امين. انت ما شاء الله عليك. الله يحفظك. المتابعين ديالك تنقول لهم تحيه لكم كبيره ما شاء الله. هذا الفيديو يكون خفيف ظرافي على قلوبكم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله معنا محترفة ديالنا ما شاء الله لاله خديجه. بارك الله. شنو نقول لك؟ طباخه حلاويه. شنو بغيتي؟ مرحبا بك. شكرا لك. الشكر بزاف. الشكر حقا. مرحبا و الف مرحبا. الله يجازيك بخير. القلب الكبير. الله يحفظك. غنيه. الله يجازيك بخير. الله يكبر بك اختي. الله يكبر بك. الله يكبر بكم. الله يحفظكم. سعداتك. الله يجازيك بخير. الله يجازيك بخير. انت ما شاء الله عليك هاد الابداع وهاد المناظر الجميله ما شاء الله. الله يحفظك. الله يجازيك بخير. شنو عرفيهم براسك؟ قناه حلويات ام مروه. كان نصيبوا الحلوه كان على حسب الطلب. الكوموندات اللي يطلبوا لنا الناس شي حاجه كنصيبوها. اللي بغاها بالكيلو اللي بغاها بالعجنه على حسب سميتو. هذا باتيسري هو. غنديروا لهم واحد الجوله يشوفوا ان شاء الله. غير مع كورونا دابا صافي. انا اصلا كنخدموا شي قبل ما نديروا سميتو. ملي كان عندنا مشروع صغير مجموعه من العيال الحركه صافي علمت ديال الحي ديالي وداك بدينا كنخدموا. الحمد لله راه الحرفه 14 سنه وحنا كنخدموا. انتما في هذه الحرفه من بعد درتي ال درت هادشي ديال الباتيسري بحال صغير انا ماشي بالسهل باش نقول غير بدات بشويه بشويه. الناس اللي زعما عندهم الاراده فران صغير شويه تاخذت البروفيسيونيل. تبارك الله. هذا الطبله غير صغير وصحاباتي اللي كانوا معايا ما تبدلناش حنا نفسهم. سبحان الله. 13 سنه ما كاينش. وان شاء الله غيستافدوا منك مع التجربه من بعد ان شاء الله في القناه ديالك. شرحي لهم كيفاش بديتي حيت بزاف باغيين يديروا مشاريع ما تعرفوش كيفاش غادي يبداو. انت خير مثال انك بديتي من هذا. انت تطبخ يعني كتمشي حتى للاعراس؟ شحال اكثر عدد ديال الطبالي خدمتي انت؟ تقريبا كاين اللي في مثلا الا ما مشيتش تما كاين اللي كيطيبوا عندي هنايا بحال هكا. كاين كتخدم الكميه حتى 20 طبله. ما شاء الله 20 طبله. هذا اصلا دابا هاد الكوموند اللي عندي راه 20 بلاطو. 20 بلاطو. 20 بلاطو. هذا شي عرس ياك؟ ما شاء الله. الله يعطيك الصحه. يعني طياب كل شيء تبارك الله. الحاجه فيها كتخدم مع الدراري واش مع كل شيء كل واحد على حسب الطلب ديالو على حسب الامكانيات اللي عنده على حسب الاستطاعه ديال الناس. كاين اللي دابا في المثل كتجي كتقول انا بغيت اختي لوز ولكن هو غير المنطق ديال الكوكب واش كيجي الثمن حيت ما قاداش هي لا قاداش ولكن كيجي عسير على شفتي ولا ما شاء الله زوين. ما كتختلفيش ما كتفرقيش بيناتهم بين اللوز والكوكب. ما شاء الله عليك. كنخدموا بالكريمه هاد بيس بونطي اللي شفتي خدمتها غير بالكريمه ولكن راه زعما بمقادير بس ديال الدراوش. واش الدراوش ما يديروش بيس بونطي؟ راه كاين هي تخدم لهذا. واخا غنديروا الجوله ان شاء الله. هذا مازال ما تفيناتش. مازال عاد غادي تفينيها ما شاء الله عليك. والله الا زعما ما تفيناتش نهائيا. تحيه لك. عاد غادي نصاوبها لهم. يعني الانسان حتى هو يفرح براسو انسان. هذه حنا كنشدوا بحال دابا هكا كنشدوا 16 ريال. تصل الخاطر حتى شي حاجه. 16 ريال بياس مونطي ماشي شي حاجه ولكن تكون محتاجنا ديالها في اللوز. المهم تفرحي كلشي حتى الناس اللي ما شاء الله. ما شاء الله دايره ثلاثه. الله يعطيك الصحه ان شاء الله. عندك القناه اعطيهم التفاصيل ان شاء الله باذن الله. الاسم ديال القناه نذكروا بها حلويات ام مروه. ام مروه ما شاء الله عليك. ما شاء الله. نديروا جوله نشوف نوريوهم فين كان عندك الباتيسري انت. هي كنتو حالين هنا ياك؟ حالين هنايا. ما درتي ترينات نفس بالربيع هذه الثلاجه كنت كندير فيها الباتيسري هذاك الشيء ديال الحلويات لاكريم. هذه كنت كندير فيها بحال كرواسا شنيك كلشي.
ولكن ملي جات شويه كورونا هزاتنا شويه. اه كلشي 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 كلا طق مع كورونا. ماتريال تحط الفوق في السده بحال الطوابع بحال الليمون وهذا دايره السده الفوق. الفوق مستغله. اه تدير لهم شي جوله وتوريهم كيفاش يبداو من مزيان ما شاء الله. هنا نجنو اللي طلب شي حاجه المسمن المخام الفرمدان كلشي 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 ما شاء الله. قاتله مع الزمان والله ما شاء الله. كنقولهم انا والعيالات حتى هما كلشي محتاج يعني كلشي يخدم وكلشي يترزق. هذاك الشيء اللي كاين الانسان ما يعبطش 50 درهم وخاصه يعيش مزيان. هذيك هي احسن حاجه الانسان ما هذاك الشيء هي احسن حاجه الانسان ما يعبطش يديه. واليوم شنو غادي ديري لينا شنو نشوفوا معك ان شاء الله؟ غادي نصيب لكم بسطيله تقليديه زوينه انا بعدا كيطلبوها ليا الناس بزاف. قلت لي كتخرج حتى 40 منها. كتخرج حتى 40 القاعات وكنديهم انا كاع بيديا. الناس دابا اللي كيعرفوني هنايا على حساب الحلوه راني الا شافوني غادي يعرفوني ما شاء الله. كيعرفها بلا كلشي ما شاء الله. ملي كتجي لهنا كيقول لهم لي انايا كيجيو حتى ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. كنخدم حتى العصيرات كلشي. وبالنسبه اليوم غنديروا ان شاء الله بسطيله غادي نشاركها معكم وغنشارك معكم واحد الطريقه ديال المحنشه هي بالدجاج ولكن كتجي خطيره مذاق الحوت كتجي زوينه ما شاء الله ما شاء الله. وسميتها الرخامه ديال التمر ديال الدراوش. رخامتها هي بطريقه جديده حتى هي ديال التمر. مزاله كتجي الله يعطيك الصحه. وشنو مازال بغيت نشوف حسب الوقيته ديالك اختي بنات. المهم نشارك معكم واحد الملكه تاعي اللي قلتي لي اول حاجه البقلاوه. البقلاوه تقولي لي عندي درتها بالقرقع واللوز احسن بقلاوه ذقتها انا في حياتي. كتشكرها بزاف قلت لها صافي. وعلى فكره كيطلبوها القضاه عندها بزاف ما شاء الله. شي حاجه راقيه كيجيو حاجه واعره كيطلبوها. ايوا صافي نشوفوا الوصفه ديالها ان شاء الله. من غادي نساليو حتى البحلاوه ونصايب لكم المعلكه ان شاء الله. طريقه عيب كوكاو على حسب انا حيت الناس اكثر كيطلبوا لي هنا كوكاو على حسب المنطقه شويه الناس. هذا انت كتمشي معاهم معاهم بغاوها باللوز اللي بغاها حتى بالقرقع كنجي يا خديجه قلب كبير كتمشي معاك ما شاء الله. ايوا ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. المهم درت شو معاك الهضره معاك حلوه نكملوا الدردشه ان شاء الله. وحنا كنبداو بالبسطيله هي الاولى. يلا الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه صحة تبارك الله عليك. مرحبا بك والف مرحبا. نبداو دابا على بركه الله البسطيله. البسطيله انا راه كنديرها عاديه ولكن راه كتجي في المذاق خطيره بزاف ما شاء الله. انا خديت القزبر والمعدنوس ضروري واحد الكميه. هنا غتعطيهم قياس بسطيله وحده هذه بسطيله وحده غنديرها على حساب 10 الناس. 10 الناس واخا. سكينجبير انتي دابا راه ما غديري لا عطريه ماشي دجاج لا داكشي اللي عندهم هما كاين غتخدمي به. الخام البلدي بخطرات البساطه دي ديال الحاجه هي وكتجي زوين. سير اللذه ديالها معلقه كبيره ياك. انا عيني ميزاني تقريبا معلقه ونص والبزار الا كان عندك حار ما غاديش تكثري كثري بزاف. صافي غندير ضامة هادي ديال الزعفران. الزعفران زوينه كتعطي المذاق زوين. اللي عنده الزعفران شعره راه يديروا شعره ياك على حسب الموجود اللي كاين اللي توفر. الدجاج راه مغسول ناضي ياك. مغسول بالملح. انا كنغسلو اول حاجه بالملح قبل ما نديرو في الماء. كتحكيه بالملح بالملح كيتحيد هذيك الشمعه ديالو كامل كامله كيبقى الدجاج كيجي صافي طير كيجي زوين بنين. وغنغسلو يبات باش يجي بنين. باش على حسب الشرب ديال الدجاج. هذه الضويمه ديال الزعفران. صافي غادي نحك واحد الفصيصات ديال الثومه. بالنسبه للثومه حيت دابا نقيتها انايا انا بغيت بلا ما تنقيها راه القشره اصلا عارفه كتحكيها كتمشي كتحكي 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 الثومه كاين اللي ما كيديرهاش في البسطيله ولكن هي مزيانه. كاين اللي كيبغي يديرها على حسب كل واحد والطياب ديالو. لا ماشي انا قديت هذا الثومه كتعطي المذاق للدجاج زوين. اصلا هو ملي باش غتشقمني انت الدجاج لا كل واحد حيت غالبا البسطيله الحلوه ما كيبغيش يديرها ولكن كنقولوا كل الطريقه ديالو. لا دابا وحده شحال درتي فيها انت؟ تقريبا واحد 6 البصيصات. ما حنا بغينا السر ديال ديك البسطيله البنينه اللي قلتي كيرجعوا ليها. هو هذا حنا نبداو دابا. هذه العطريه هذه غنكب عليها كاس ديال الماء. صافي. قبل ما ندير لا زيت لا حتى شي حاجه. حتى شي حاجه واخا. ندير كاس الماء. اللي بغاو يشرملوا فيها الدجاج الليله كامله راه يديروها ويخليوه الليله كامله مشرمل ياك؟ ماشي مشكل. ما عندكش حتى المذاق مجهد هذيك اللي كتقول هو
البوستر ديال الدجاج يكون مغسول ليله بالغد ليه يتشرب صافي باش كيكون صافي الدجاج بلا شرمه ولو من الاحسن كيجي عرفتي تما النص ديال النص ديال البنه ديال البسطيله هي في الدجاج يكون مغسول يكون بنين او مغسول وحيده من الدجاج الا بغيتي بنين خصك تغسل مزيان تغسل مزيان ويبات ويبات حيت ملي كيكون جديد كنكبوا واحد الكاس ديال الماء خير ان شاء الله هذه مزيان هذه الطريقه كامله صافي غير غنشرملو صافي اللي عندها الوقت راه غتشرملو وتخليه انا ما كنحيدوش الجلده ديالو نهائيا نجيب باش ما ينشفش ياك حيت هاد الجلده هذه كتطلق ليده حيت اصلا غاسلنها بالملحه وبالحامض الدجاج هذا كتجيب حتى الضغميره اللي غتشرمل بها البصله كتجي زوينه كتجي بنينه يا والله يعطيك الصحه عندي ما يسالك الاتقان في العمل هو احسن حاجه داكشي اللي بغينا نعطيك صافي غادي نشملو على الطريقه هذه صافي ونكملو على جوج باش تدخل معاها ها وندير واحد البصيله معاه هادو كيتشحر مزيان واخا انا نتبعو معاك ان شاء الله غادي نزيد واحد الكاس ديال الماء صافي وغادي نخليه حتى كيغلى مزيان عاد غنضيف ليه واحد جوج ديال البصلات ونضيف زيت العود واخا ما كنضيفش نهائيا الزيت الرومي هكذا باش كتجي من السما صافي وكنخليه كيطيب على خاطرو بالنسبه للبصله انا ما كنرميش هذيك الكميه البصله مع الدجاج باش حتى الدجاج ما تجيش ليه البصله بزاف كثيره كيطيب الدجاج كنحيدو عاد كنرمي عليه ديك البصله الله يعطيك الصحه هاد لي ديتاي مهمين هاد التفاصيل مهمه باش حتى الدجاج كيجي زوين لما عرمتي عليه البصله بزاف كيجي الدجاج شارب بزاف البصله يطيب مايس عندك بصله وحده ولا حتى جوج هما اللي كنضيفهم في الاول ومن بعد حتى كتغلى عاد غنضيف الزيت العود واخا الله يعطيك صحتك ان شاء الله يا صافي دابا هانتي دابا هي تغلات مزيان دابا غادي نضيف زيت العود شحال الكميه تقريبا واحد نص كاس ديال زيت العود حيت حنا ما درناش نهائيا الزيت صافي غادي ندير عاد زيت العود بوحديتو وغندير عليه واحد جوج ديال البصلات مشلطين صافي ونخلي الدجاج ديالنا يطيب دابا صافي ما نكثرش نهائيا لا دابا تعال البصيله باش هذاك الا ما كثرتيش الماء هذيك البصيله غطيب في هاد الضغميره ديالها تجي بنينه نيت تجي بنينه ما ينكثرش فيها الماء دابا عاد غتزيدي البصله من بعد اللي تتحيدي الدجاج باش الدجاج ما يجيش فيه مذاق ديال البصله مزيده بزاف واه ها انت شتي كيفاش نعطيك الصحه دابا غت زدتي شويه الماء ياك ضروري واحد الكاس ديال الماء صافي دابا غنخلي الدجاج ديالنا يطيب مزيان ملاحظه اللي قلتي انك ما درتيش الماء ياك لا الملحه ما درتش نهائيا الملح حيت الدجاج مغسول بالملحه ومع هذيك ديال الزعفران ديال كتكون شويه مالحه صافي ما درناش نهائيا الماء واخا نعطيك الصحه صافي دابا غنخليه يطيب هو تبارك الله راه بدا كيطيب واخا صافي الضغميره دابا ديالنا موجوده ها انت ما كثرنا لا لا ما لا حتى شي حاجه دابا الدجاج هو موجود غادي نحيدو هاد المريقه هادي غنطيب فيها ديك البصله البصله اللي غادي تجي واه واه انت اختي مريم دابا ها المريقه ديالنا هذه هي اللي طبت بها الدجاج دابا غناخذ البصله سيره ايه البصله كنكون مشلوطاها ملي دربان راه صافي سد عليها الكوكوط حيت اصلا ما فيهاش الماء كثير هذه غير المريقه ديال ديال الدجاج صافي راه هي دغيا كطيب صافي درتو لها الكوكوط باش تسربيو عليها صافي باش نسربيو عليها غير في هذيك المريقه طابت هي دابا كي جات واقفه واحد الريحه رائعه الله يعطيك دابا غادي ناخذ 8 ديال البيضات صافي غادي نخلطو مزيان انت كديريها بالبيض كاين اللي ما كيهواش بالبيض غادي تخليها حتى توقف هذا البصل مزيان مزيان وغادي فيها على الدجاج وكيكون واقيلا اللوز اكثر ديك الساعه كيكون اللوز كثير سبحان الله باقي كيبغيوها الناس البسطيله الحلوه ياك كيطلبوها بزاف كيطلبوها ليا اكثر من الحوت كاين اللي كيذوق ديال الحوت كتجي حتى هي غزاله ولكن عاحت مع هذا الحي الشعبي ولا الله اعلم ما كيبغوش الحوت بزاف ياك انت ما شويه طالع واش اما هي الحوت ولا ما عرفتش حيت انا طالع بزاف اما الاكثريه كتعجبهم هذه ديال شويه خديت شويه ديال المريقه هذا بالنسبه غنضيفوا له شويه الدجاج باش الدجاج ما كيجيش ناشف واخا صافي وغنضيف دابا البيض البيض لا لا شحال كتحسبيها هذه وحنا الثمن عندنا طايح بزاف الا قلتيها الناس غيقول لك هذه كت 5000 ريال لا كثر اه 5000 لوز هذه باللوز ما كاينش كاوكا واللوز حتى هنا السيكتور قلت لك راه هذا اما هي في بلاصه اخرى نفس هذه كتخرج 8000 10000 حنا قلت لك راه جينا حي شعبي مم.
ولكن بالنسبه راه ما غاديش بالنسبه لهذه 5000 ريال ما غنديروش حنا فيها جوج دجاجات. اها شحال ندير دجاجه وحده؟ دجاجه وحده دجاجه وتكون كبيره تقريبا شي 3 كيلو. اما هادو في مثلا جوج دجاجات راه كتجيو كبيره بزاف كتجي عاوتاني كبيره. غير باش يكون الامر واضح وصافي نوضحوا دابا الامر دابا اي حاجه بصح انتم ماش من البلاصه هذه في سلا؟ شنو كتسميو هاد البلاد المنطقه في سلا؟ ارض بن عاشر الواد على حسب الواد بن عاشر. جات حدا الواد؟ لا هاد البلاصه سميتها سميتها الواد كانت بكري واد شي حاجه. لا حنا جينا دابا الواد ملهي وهاد السيكتور اللي فيه حنا ارض بن عاشر. ارض بن عاشر هو تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه. صافي كنبقى مخليه بحال هكايا تيطيب يطيب هاد البيض وتعقد لينا صافي دابا صافي دابا طاب البيض صافي هيا دابا هي الطرميره ديالنا واقفه هانتي باش كتعرفيها حتى الزويته ديالها كتبع ولا البيض كيطيب. صافي دابا غادي نطفي عليها وغندير في حيط الشبيكه كتصفى باش كتصفى كامل مزيان. صافي عاد نبدا ان شاء الله نعمر في البسطيله ديالنا واقفه ان شاء الله. الحلويه ديالنا شنو غادي نديرو؟ غادي نخلطو اليوم مع الكم الكاوكاو والكوك. كاوكاو كاوكاو والكوك ما مادي تيا بغيتي تعطيها هادي انا كنعطيك الاسرار ديالي ديال المهنه. كاين اللي كيبغيها باللوز كاين اللي كيبغيها بالكركاع هذاك الشيء كيبقى في المستطاع ديال الانسان هي انا كتسميتو الاكثر ديال التمشيه ديال الكاوكاو كيطلبوها بزاف دائما اي مناسبه كيطلبوا ليا كيقول ليا المعلكه المعلكه واخا ان شاء الله. شنو غنحتاجو فيها؟ اللوز ديال البسطيله ياك حتى هو درتو في الفرن حيتوش خدمتيه حتى هو غتهرمشي حتى هو غادي نهرمشو وغندير معاه جوج معالق ديال السنيده وغندير معاه معلقه ديال القرفه ونخليو هي دابا طحنتي هي طحنت على هاد الطريقه هادي ما يكونش عاوتاني غليظ بزاف صافي هرشيتو بحال هكا صافي نبدا المونتاج البسطيله ديالنا. هي دابا المونتاج ياك دابا غادي نمونطيها ان شاء الله. انا خديت هنا شويه اللوز درت له واحد المحلقه ديال الزبده ورش عليه شويه القرفه وكتبني ليا داكشي هو ضروري سالك معلك وطبيعي. المهم هما غيشوفوا الفيديو انا كل وصفه بوحدها ولكن عرفتي لاله خديجه اليوم اليوم دوخناه من الحلوى للمالح. يعني يا مرحبا هذه خدمتنا الله يعطيك الصحه. قلتي لي هادشي راه والو واش في رمضان وتشوفي الدرك ديال بصح في رمضان شي باغي الشبكية شي باغي كوموند حلوة كل واحد اشنو باغي. ايوا سبحان الله. صافي غادي نطلعكم غنضيف لها شوية ديال الزبدة دايبة غتعلكها مزيان تتعلكي هذاك اللوز باش ما يجيش ناشف باش ما يجيش نهائيا ناشف. صافي مزيان هكا فهمتي شتي كيتبدل كيتبدل صافي تيب صافي نبدا ان شاء الله المونتاج واخا هي غتبداي تمونطيها كتخدمي بالزبده الزيت؟ لا انا الاكثريه كنخدم غير بالزيت حيت الزيت باش ما كيهرش الورقه. صافي انا الزبده صافي درت القياس ديالها في اللوز صافي من الورقه كلها كنا هنا الزيت الورقه ضروري الورقه ديال الورقه كتجي زوينه. اول حاجه كندير وحده هكا كنحيد الزيت انا ما كندير لا بيض لا والو هاكا مباشره كنخدم يلصق بعضياتها حتى العناصر كاع لكتيها تقريبا ما كنديرش نهائيا. ممكن واحد السر هنا تشرحي لنا هذاك باش يخلي البسطيله واخا تكون خارجه للقاعه ولا شي حاجه كتبقى شاده السخونيه السخونيه مع ثاني درك كتشد السخونيه ربما اللي درتي العسل ولا شي حاجه. غنشوفوا كيفاش غتخدمها مزيان باش كنقولوا الحريفين كتكون عندهم ديزاستيس ولا لا كل واحد له طريقه الخدمه تكون عندهم شي حيل كي صافي غادي ندير عليها الطريقه هذه. المهم راه الطلمات كلشي صافي ولا معلم كلشي كاين بزاف الطرق ولكن الاكثريه كيمشيو الناس تيتبعوا هاد البلديه بزاف ستوندار كلشي الناس كيطلبوني كاين ديال مول العجيب راني فايته خدامه في القناه ديالي خدمتها بلا مول العجيب غير واحد السيركل درتها على شكل مول العجيب جات رائعه بزاف تاعي ما عطاك الصحه. في القناه راه دايره مسافات بسيطه وافكار زوينه ماشي كلشي ديال الخدمه ودايره الطبخ. اول حاجه هانتي كناخذ الدجاج هو اللي حط حسان هو ومع طفلو هذيك المريقه باش كيجي هانتي بنينه باش تجي حتى عامره مزيان. هذه 45 ياك 45 هذه كبيره بزاف
صافي كندير الحلقه نعمرها كامله نقادها. بالنسبه لي انا هزت جوج دجاجات باش تجينا بالظله هي تكون شويه عاليه عاليه. وهذه راه ماشي 250 ياك باش نتفاهم. هذه ماشي 250 هذه ماشي 250 هذه ديال 250 حتى 6000 ريال. شي 6000 ريال من اكثر الناس كنقولها لهم. ولكن الا سميتو هذه كان فيها الدجاجه 3 كيلو 3 كيلو هذه راه فيها جوج دجاج جوج. بالنسبه اول حاجه ملي كندير الدجاج كناخذ انا سنيده وندير لها القرفه. عرفتي السر ديال هاد السنيده هي كتخليها معلكه وسخونه. كتجي وما كتجيش عاوتاني حلوه بزاف راه حتى حاجه ما كاينه فيها انا سنيده. ما علاش انت الحلاوه بزاف؟ انا هي غير جوج معالق ديال سنيده هكذا صافي كندير لها بحال هكايا مخلطه مع القرفه كامله. كيبقى الاختيار ديالك بغيتي ديري ورقه من الوسط كديرها تفرقيها ما بغيتيش مباشره. انا الاكثريه كنفرق ورقه باش ما تجيش الدغميره مجهده مجهده كتفرقي بيناتهم بورقه بيناتهم بورقه حيت الا جات عاوتاني غير الدغميره هكا كتجي شويه قاصحه. صافي ورش بشويه الزيت لي سبحان الله ما كتبقاش تبان ما كتبقاش تبان ما كتبقاش تبان ديك الورقه. صافي التغميره ديالنا شتي كيتسقطرات صافي غادي نقبات هي كامله التغميره ديالنا جات هي هكا بزاف صافي غنوزعها كلها بحال هكا صافي صافي بحال هكا وغنغشي عليها ضروري عاوتاني سنيده حتى هي شويه ضروري سنيده مع القرفه لا نبقى نهزل القرفه بوحدها وسنيده بوحديتها هيا خلطها لا كنخلطها وكتجي مانحه وحلوه في نفس الوقت في نفس الوقت هذا السر ديال الطبخ المغربي كيفاش توازن بيناتهم ويجي داك الشيء بنين ويجي بنين هذا راه كاع الكروشة عارفين البسطيلة صافي هنا فرشت هنا واحد الرشيشة ديال الطبخ داكشي اللي كاين صافي هنا كندير اللوز اللوز هو كاخر مرحله ولا كان عندك اللوز كثير الكميه كثيره ديري تبقى من التحت وديري تبقى من الفوق ديال داك جوج طبقات جوج طبقات تبقى ديال اللوز من التحت وتبقى من الفوق باش منين عاصلك لاله خديجه انا اصلي تادلاوي 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 وزياده وخلق هنايا كداك صافي غادي هكا نتغشى يعطيك الصحة صافي غادي تجي معاها غادي تجي معاها ضروري عاوتاني واحد الرشيشة ضروري هادي هي السر ديال الخدمة باش كتبقى سخونة واخا كتجبديها وتصيفطيها لمالها كتبقى شادة على الأقل واحد الساعة ديال الوقت ديال السخونية هاد شاد السخونية وتا داك كيما قلتي كيذوب كيجي داك السكر مهلك كتجي مهلك يعطيك الصحة صافي دابا غادي تجمع صافي غادي نجمعها هنا بهاد الطريقة هادي لالا حسنة ضايقة مستيلا ياك بعد ما كدير وصفات بسيطه ولكن بنان بنان والله عندها جنه في يديها بس ناديه انت متتبعه ياك متتبعه ديال خديجه وحسناء راه خلاص اليوتيوب ماشي غير كامل داكشي اللي كاين اللي كيعجبونا شنو تعجبك قلتي شي حاجه جربتيها عندها عند خديجه الدجاج اللي دارت في الفران شهر ملات وخشات في الفران وواحد الروز دارته بالفواكه التفاح و الفواكه كله كل حاجه وكسكسو دارته لنا الغابه يا سلام ياك راه فين ما فين ما تجيش حسنا لا ماشي في البلوغ درتها في البلوغ يا سلام واحد كسكسو ما شاء الله وحسنا شنو عندها زوين حتى هي شنو جربتي كلشي هي حسنا اصلا هي زوينه ما كاينش الصبا غادي ديالها لا لا الصبا ما نبقاوش غادي نبقاو الصبا فهي على حاجه ما عجبتش كتقولها لك قولي داك الشيء راه ما عجبنيش تنطيق فيها حتى الفيديو قبل ما نبدا كنقول لها كيشوفي وقولي لي شنو ديك شنو مزيان اي والله يعطيك الصحه لو تاخذ جسم عند نبيع ليها كلشي فيها زوين وطيب شفت درت الدجاج انا ديالها زعما يا سلام شي حاجه زوين بزاف وكتكوموندي انت كتكوموندي حتى من عندها لا ما كوموندي كيما كي صايبات ليا هي ماشي كوموند غير هي صايبات ليا جوج كيكات غزال حنا دامين على هي كريمه كريمه والبريوه ديال رمضان زوينه غزاله غزاله صايبات ليا باللوز غزاله بريوه زعما وصغير ورا ديك البريوات ديال القلب ديال القلب صح معلكين انا الاصرار ديك ايوا تبارك الله عليك جايبه معك الشهود شو ديال بصح ما كاينش مزوبرين والله
ايوا الحمد لله الله يكمل الخير يا رب. امين امين امين. صافي جمعتي دابا غادي تغلف فيها ياك. صافي دابا ايوا الله يعطيك الصحه. هذه ما شاء الله خطيره هذه الوقعه. لا على قبل بالاخرى صافي كتبقى مقرمشه كتبقى طويله مقرمشه والناس داو في الطياره كاع كيديوها معاهم برا مساكن هما يوم كيلقاش الورقه. صافي غتدخل الفران شنو تقولي لهم في الطياب ديالها؟ الطياب ديالها اول حاجه بدا كي ما غادي نمونطيها مزيان غادي نقلبها ما غاديش نطيبها على وجهها. هذا الوجه ديالها غادي نديرو من الجهه التحتانيه هكذاك باش الوجه ما كتنفخ لا حتى شي حاجه كيجي متساوي مع بعضياتها. عاد كتقلبيها عاد كنقلبها هكذاك وضروري كنتقبوها بواحد القطيب اييه باش ما تنفخش. ما يعطيك صافي وكنبسطها مزيان على الطريقه هذه تاخذ شكل طيب. بارك الله عليك الله يبارك فيك. دابا زدتيها وخدها من الفوق صافي هذيك الوحده اللي تجمعت بها صافي دابا غادي نتقبها صافي وغادي نقلبها نقلبوها واخا صافي تقلب مزيان صافي مزيان بحال هكا صافي دابا غتقلبيها ياك هذا من هاد الوصفه هذيك ديال الشاه صافي كندير هكا صايب ولا اي حاجه هذيك كتشوف تصبح مزيان شتي صافي طيب على وكتزيدي تقاديها مزيان تولي مسته من الفوق ومن التحت مزيان الله يعطيك الصحه. تي كل واحد سبحان الله كيقلب على ديك الحاجه اللي كتقلي الخدمه ديالو ويجيب ويجيبها متقونه ولاتي عرفتي شنو اللي تيديرها تيديرها حب للخدمه الخدمه حب العمل يعني ماشي غير ماشي دابا بالنسبه حيت غادي غنزيد واحد الوريقه باش الوجه ديالها من هذا واخا الظهر ديالها غير باش تجي كتبقى مفتحه غير هما يعرفوا بان هذه ديال البخاره هي رقيقه راه حيت كاين اللي كيشوف الورقه بزاف يقول لي لا الورقه بزاف هي راه ماشي بحال العاديه لا كتهز كيلو الله هي راه ماشي بحال العاديه هانتوما راه رقيقه رقيقه صافي وكدهنيها هكا ماشي صافي وراه وجهها راه هو التحتاني وجهها هو التحتاني صافي دابا غادي نمشي نطيبها درتي لها بحال الحرشة ما كنشانيش انا الطريقة راه ساهلة ما غادي تهرس لها الماء وحتى الورقة البخار كطاوي صراحة شتي صافي دابا راه الوجه ديالها هو الوجه التحتاني صافي واه ما عندك الصحة كتجي مسرحة حتى في التزيين اها كتجي زوينة كتجي محمرة قادة صافي دابا غادي نطيبها على درجة الحرارة غتقبيها تقبتها من وجهها درجة الحرارة 100 طيبها في ديال هذا ديال الضو هو ضو غاز نيت ضو غاز شحال غتبقى؟ تبقى 200 لا شحال غتبقى المده؟ المده تقريبا نص ساعه نص ساعه ديالها واخا مع هاد الفران ديال الفرقه لا اما ديال الزنقه لا ولا ديال الدار كتاخذ شويه ديال الوقت صافي دابا غتقلبيها ياك صافي دابا غادي نقلبها باش تكمل الطياب ديالها هانتي اختي صافي دابا الوجه ديالها هو اللي باش غادي تعاونكم هذه في القليب وفا هي ساهله كتجي عندك يدك يجي مستف مستف دابا صافي غادي نرضى باش تحمر من الفوق صافي ونجمع ما الله يعطيك الصحه الشي الورقه ديال البخار كي كتجي تقرميشه تقرميشه كتجي زوينه وكتجي حتى مقاد الله يعطيك الصحه صافي غادي نرضى دابا غير تحمر شويه واخا هذا الجزئي فينك باش غتسوقيها باش نسوق هذا هو الشكل ديال البسطيله ديال البيله ما شاء الله غزاله ربي يخليك حمره ومقرمشه اللي خطيك اختي تبارك الله عليك تبارك الله شنو تقولي لهم على البسطيله كنقول لهم تجيهم مزيانه مع الكب تجيهم مزيانه راه شي طريقه ديالهم ما ينساوش هذيك السنيده والقرفه هي اللي كتجيب لها التعليكه ديالها وكتبقى شاده حتى السخونيه بالنسبه اللي عندك الكوموند ولا شي حاجه واخا تخرجيها شي ساعه تقريبا انت عارفه مع الناس اللي يكون عندهم المناسبه كتبقى البسطيله مطلقه ولكن كتزيد كتبقى الله يعطيك الصحة بصحتك وفي الطياب 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 راه شي الطياب على درجة الحرارة 200 باش سميتو كتبغي شوية درجة الحرارة طالعة باش تطيب مزيان
الله يعطيك الصحه. ضروري تكبوها من سميتو باش ما كتنفخش. هنا درتي لها العسل ياك من الجناب. الجناب شويه ديال العسل والزئفيلي وزورتها بواحد شويه ديال السكر كلاصي. والله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. الله يخليك.